شهر رمضان، رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي